في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحديث، هل العطف هو من باب عطف الخاص على العام؟ فيكون الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة؟ نعم. يقول: هل العطف هو من باب عطف الخاص على العام؟ فيكون الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالله؟ لا، كل واحد أصل من أصول الإيمان، كل واحد أصل. الإيمان بالله أصل، والإيمان بالكتب أصل ثاني، والإيمان بالرسل أصل ثالث، وهكذا. هذه أصول الإيمان، أركان الإيمان. نعم.